استاذه ماجده اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ازيك يا حضرتك؟ شيخنا؟ فضل ونعمه الحمد لله دايما يا رب، ربنا يسترها عليك يا رب. يا رب العالمين. يا شيخنا دلوقتي انا اختي غدر الدنيا وكلت فلوسي وانا بدعي عليها في كل صلاه. يا نهار ابيض، في كل صلاه بدعي عليها. انت بتاكدي تاني؟ ما هو انا بص من جوايا نار يا شيخنا، جوايا نار. هي غدر خدت الصلاه يعني؟ وانا مطلقه. يعني الفلوس دي كانت شركه بينكم انتوا الاثنين؟ لا دي كانت فلوسي وحقي انا. طب خدتها ازاي بقى؟ دي كانت امانه معاها. يعني كانت امانه، كنت مديها لها الفلوس تشيلها امانه وبعدين اخدتها؟ غدرت بيا هي واخواتي كلهم. وقالت لك مالكيش فلوس عندي؟ لا قالت لي مفيش اي حاجه، وبتاكل معايا وبتشرب معايا وكل حاجه، وغدرت بيا. طيب استاذه ماجده، ده حرام عليا ان انا بدعي عليها في كل صلاه؟ يعني ده مش الاولى. الاولى والاحسن والاكثر صله الرحم ان انت تدعي لها بالهدايه، وتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى. الاولى ان انت تدعي ان ربنا يرد لك فلوسك احسن ما تدعي عليها، لان انت لو دعيتي عليها فلوسك مش هترجع لك تاني. ربنا استجاب للفلوس فهي راحت، ففلوسك مش هترجع لك. فيكون الحكمه ان انت تدعي ان ربنا يرد عليك فلوسك ويهديها الى سواء السبيل، والاثنين دول هم اللي هيجيبوا لك فلوسك. يعني لو دعيتي ان ربنا يهديها ودعيتي ان ربنا يرجع لك فلوسك، دول اللي ممكن توصلي بيهم الى مرادك ان شاء الله. لكن لو دعيتي عليها فرجعت لها حاجه فلوس مش هترجع تاني. ودوت اللي مناسب جدا جدا في مساله ماذا؟ اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا له، قال لهم ماذا تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. قال ذهبوا فانتم الطلقاء. فالسماح هو اصلا من اعمده قلب المسلم، هو ان هو يكون من اهل السماح ومن اهل اليسر كده. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيلا توكلي على الله واحصلي على الثواب. وانت اذا كنت مظلومة عندك دعوة مستجابة فادعي بيها لنفسك، مش تدعي بيها على حد تاني. الحكمة بتقول كده. نعم.